بدأت أنا التسجيل دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن موضوع ظريف عن اسمه الويب باكلينج أو باكلينج أوف ثيم بليتس. إيه حكاية الويب باكلينج ده؟ صحصحوا معايا لأن الموضوع سهل وظريف، لو دخل في دماغنا من الدرجات السهلة والبسيطة دايما في إن إحنا نحصل عليه. إيه اللي بيحصل؟ لو بصينا أنا للكوبري اللي قدامنا بالشكل ده، الكوبري بتاعي بيبقى ده لو سيمبلي سبورتد هنج هنا ورولر، وقلنا ان الكروس جيردر بتبقى موجوده لو ده ديك بريدج مثلا، وتحت كل كروس جيردر فيه استفنا. دلوقتي من الشغل بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه تمام قبل كده، واحد يقول لي الارتفاع بتاع الويب بناخده كام؟ الاسبان على 10 دكتور. الاسبان على 10، يعني لو عندي 30 متر وبقسم على 10 يبقى الدبس ده كله كام؟ 3 متر. طيب ال 3 متر دول سمك الويب بيبقى سنتي، سنتي و2 من 10، سنتي و4 من 10، سنتي و6 من 10. يعني حاجة بسيطة جدا، لو بصيت من السايد فيو من الجنب البليد جيردر ده هيبان لك ورقة بالظبط في الهواء. تمام؟ فالبليد بتاعت الويب ده ضعيف جدا. ما ينفعش ان انا ايه اسيبه كده بدون تدعيم. التدعيم بقى بيبقى فين؟ بحط انا في النص ستيفنرز زي ما اتفقنا. الستيفنرز دهيت المسافة القصوى ليها 1.8 من 10 متر، بتتراوح من متر ونص لمتر 80. تمام؟ يبقى المسافة لو 63 بين الكروس جيردر والكروس جيردر هقسمها حتتين، حتة متر 80 وحتة متر 80 وهكذا. تمام؟ طيب يبقى احنا اتفقنا ان الويب ده سمكه قليل ارتفاعه كبير بيبقى ضعيف. ليه بقى ضعيف؟ صح معايا بقى. عند السبورت ايه اللي بيحصل؟ عند السبورت، عند السبورت الشير بيبقى عالي جدا الكيوب. فلو خدنا البليت، قلنا لو تخيلوا ان ما عنديش اي دعامات هنا في البليت، والبليت واخده من الكروس جيردر للكروس جيردر، يبقى انا لو بتكلم عن البليت ده، البليد ده الدبس بتاعه هيبقى الاتش ويب بتاع الكروس جيردر، هنسميه هنا بقى اصحوا معايا للتسمية، هنسميه بي او دي عشان نفرق بين الدي ويب. اصحى معايا، عايزين نفرق الدي ويب بيبقى الدبس بتاع الويب كله الا على 10. لما نقول بي هتساوي الدي، ليه؟ لان البليد ده هو ممكن مرة هيبقى مستطيل في النص كده اللي هو حسب الاستفنر واحد في النص، ممكن احط استفنر هوريزونتال فوق عند الخمس زي ما اتفقنا. فالبليد ده هو ممكن يبقى مرة مستطيل، مرة يبقى رأسي، مرة يبقى افقي وهكذا. فعشان كده هنديله هنا رمزين، البي هتساوي الدي، الدي اللي هي الدي ويب كلها في حالة معينة لو انا مش واخد هوريزونتال استفنر في النص. تمام؟ يبقى لو مفيش هوريزونتال ستيفنر ولا في النص ولا عند الخمس، الدبس بتاع البليد ده هو هيبقى الدي او الدي دبليو اللي هو الاتش ويب كلها. طيب يبقى احنا لو جينا عند البليد ده هو عند الركيزه في شير والمومنت بصفر. تمام؟ يبقى دايما الشير الشمال بيبقى طالع وبيبقى فيه كونجكت شير او الشير المصاحب، الاثنين بيديك محصلة في النص هنا فوق وتحت بالشكل اللي قدام. طيب لما يبقى البليت كده والبليت في حاجة بتشده فوق وتحت، ايه اللي بيحصل؟ كأن البليت ده عايز ينضغط في الاتجاه ده هوت في النص هنا هوت، من نتيجة الضغط ده هو البليت ده ممكن ينبعج ويحصل له باكلينج نتيجة البيور شي. يبقى الباكلينج اللي على الشمال ده هوت بنسميه باكلينج اوف ويب under pure shear stress. وده بيحصل دايما فين؟ بيحصل دايما عند السبورت سواء يمين او شمال. يبقى عندي اول نوع من الباكلينج للبليت، الباكلينج under pure shear، ده بيحصل في البليت اللي عند السبورت. تمام؟ نتيجة قوى القص الكبيرة والمومنت بيبقى تقريبا بصفر عند الركيز. طيب لو جينا في النص، ايه اللي بيحصل في النص؟ البندنج مومنت بيبقى كبير والشير بيبقى بصفر تقريبا. يبقى انا لو خدت البليت الوسطاني ده هو يمين او شمال السنتر لاين،
البليت ده هو تكبرته هنا البي هتساوي الدي وعرض البليت ايه في الحالة ديت من المسافة من الكروس جيردر للكروس جيردر لان انا ما خدتش واحد في النص يبقى انا البليت بتاعي ده هو هيحصل ايه اللي فيه الشير بصفر بس ايه اللي بيجرى نتيجة ان البندنج هنا ماكسيمم بيبقى فيه اجهادات عمودية على البليت اللي هي مثلث كده هو لتحت انا قلبنا المثلث ده خليناه باشاره سالب اف واللي فوق ده اف خلي بالك الضغط اللي هو فوق اللي تحت شد فالشد احنا دايما بنديله هنا ناقص اف عندنا اكسبريشن ان هو شد يعني هنا ضغط بيبقى موجب لان احنا بنتكلم على انبعاج باكلينج يبقى الانبعاج الباكلينج الموجب فيه هو اللي فوق والسالب تحت معناه ان ده شد لان احنا بنتكلم على انبعاج فعايز اقول والله ده الاف دهيت هي اللي هتسبب لي فوق البقل طيب اما يبقى عندي البليت مضغوط من اليمين ومن الشمال كده في النص ايه اللي بيحصل النص برضو بتاع البليت ده ممكن ينبعج نتيجه البيور بيندنج ستريس يبقى انا عندي نوعين دلوقتي واحد البليت اللي عند السبورت ده هيبقى فيه باكلينج في الويب بتاعي نتيجة البيور شي البليت اللي هو في النص بتاع المين جيردر هيبقى فيه انبعاج في النص نتيجة البيور بيندنج والشير بيساوي صفر تمام طيب ان بتوين بقى ان بتوين في النص هنا ده بيبقى الباكلينج نتيجة الشير الكيو والبيندنج اف هنعرف بعد كده ان بتوين ده هناخده فين بالظبط ان شاء الله وانتم مع الدكتور محمود المحاضره الجايه لما تيجوا في الكرتلمنت بتاع الفلانج بليت لما الفلانج بليت بتاعي ده ماكسيمم هيبقى في النص اللي هو التي فلانج الكبيره اللي انا مصمم عليه لما المومنت يقل ممكن اقلل سمك الفلانج بليت هنا فلما بقلل سمك الفلانج بليت بتاعي خليها النص القطاع ده هو بيرجع تاني الاجهادات عليه بترجع تاني بتبقى ماكسيمم لان انا قللت القطاع والمومنت قل صحيح بس القطاع قل فوصل الاجهادات تاني في النص زي الكبير فعند السكشن ده هوت بعمل تشيك نتيجه البيور شير مش بيور بقى شير بقى بيبقى شير وبند تمام في حد عنده اي استفسار ها تمام يا دكتور تمام حد يرد علينا بس عشان اعرف انكم تابعين يبقى الباكلينج بتاع الويب بليت او الثيم بليت دايما بيبقى اندر بيور شير او اندر بيندنج او ان بتوين شير اند بيند طيب يبقى احنا كده اتفقنا طيب نيجي بقى للكلام المهم لو انا عندي بليت انسى بقى ده لان دي مقدمة بنشرح فيها النظري بعد كده هديكوا الخطوات بتاعة الحل بتاعة الايجيبشن كود اوف براكتس ده بقى ايه واحد اسمه اويلر قال لك ايه والله لو انا عندي بليت اي بليت في الدين والبليت ده هو حب ينبعك حب ايه ينبعك فايه اللي بيحصل في البليت الانبعاج ده بيحصل عند اجهاد بنسميه الاجهاد الحرج critical buckling stress of thin plate يبقى الاجهاد ده عشان والله يحصل له buckling لازم يوصل للcritical buckling stress طيب اويلر ده قال لك ده بيساوي ايه باي تربيع خلي بالك بنتكلم عن بليت مش عمود مش قطاع اي ولا فلانج فعشان كده الميو هتخش معاي يبقى باي تربيع اي على 12 في 1 ناقص الميو تربيع في التي على بي الكل تربيع اصحى بقى الباي 3.14 من 100 تربيع الاي 2100 طن على السنتيمتر مسطح 12 ثابت 1 ثابت الميو ب 3 من 10 تربيع ده هيديني قيمة ايه 1.898 بس انا عشان عوضت ب 2100 طن على السنتيمتر المسطح هنا لازم الوحدات هنا هو تطلع طن على السنتيمتر ايه مسطح يبقى 1.898 تي على بي الكل تربيع طيب التي سمك الويب سهل طيب البي هي الدبس بتاعي بتاع البليت اصحى بقى والله لو البليت بتاعك
الدبس بتاعه من فوق لتحت اللي هو الاتش ويب بيبقى البي هتساوي الدي بتاع الويب، لو اقل من كده يبقى البي ده هي هتبقى ايه اقل وهكذا. طيب والله انا عندي في ده الاجهاد ده بنسميه ايه ده اف اويلر. طيب الاف اويلر ده القيمه بدون اي معاملات، فانا بحسب منها الاف كريتيكال. واحد قال لك ايه والله ده انا حسبت الحاله دهيت لحاله باوندري كونديشن سيمبلي سبورتد، واحد فيكسد، واحد كذا، فالناس قالت لك لا يبقى الاويلر اللي انا جايبه ده جنرال، فالكريتيكال بتاعي لازم يبقى معامل ثابت كي في الاف اويل، يبقى كي في الاف اويلر. لو انا بتكلم عن باكلينج ستريس عمودي نتيجه اجهاد بنسمي دهيت كي، لو هي نتيجة القص هنخليها كي كيو. يبقى كلام سهل وبسيط جدا. يبقى احنا بدأنا في البداية ان الويب بليت بتاعنا ده بليت رفاي، والبليت الرفاية يحصل له انبعاق، الانبعاق قد يكون نتيجة القص شير او قد يكون نتيجة البند. ومن بعد كده وصلنا نتكلم بقى ازاي ايه الاجهاد اللي هيحصل على الانبعاق. يبقى الاجهاد اللي هيحصل عليه انبعاق ده اف اويلر، وعشان اجيب الكريتيكال بتاعه هضرب كيف اف اويلر، يبقى كيف 1898 تي على بي الكل تربيع طن على السنتيمتر ايه المستعد. طيب المعامل كده بيعتمد على ايه؟ قال لك والله على حاله التحميل بتاعتك، انا عندي حمل موزع ولا مركز ولا الاثنين مع بعض ولا كذا، الاند كونديشن بتاع البليت، البليت ده الاستيفنرز اللي انا واخدها قوية ولا ضعيفة ممكن تتحرك وهكذا، افقي وفي رأسي ولا مفيش، في ناحية فيها شد في ناحية مفيهاش وهكذا، والاسبكت ريشيو بتاعتك. الاسبكت ريشيو دايما الافقي على الرأس، الاي على البي، الاي العرض بتاع البليت والبي الدبس بتاع البليت. طيب يبقى انا والله لو عندي الاي على البي اقل من واحد يبقى انا البليت بتاعي انا كانه هيبقى راسي بالشكل ده، لو الاي هتساوي البي البليت بتاعي مربع، لو الاي اكبر من بي هيبقى مستطيل في الاتجاه مين الافق. اللي عنده اي استفسار يتفضل يسال، انا واقف ساكت اهو، اللي عنده اي اسئله يسال. يا دكتور نسبه الميو ديت نسبه نحافه برضه ولا كانت نسبه إيه؟ الميو دي بواسونز ريشيو، البواسونز ريشيو بتاع الستيل، كل الستيل اللي في العالم ثابت سواء ستيل ستانل ستيل قريبة من بعض 3 من 10 معامل ملهاش وحدات. تمام اهو تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا اف ايه كريتيكال هتساوي كيف اف اويلر او كيف 1898 تي على بي كل تربيع طن على السنتيمتر مسطح، وما تشغلش بالك من القوانين زي ما اتفق. طيب دكتور نعم يا اف اويلر يعني هي بتتكلم على حاله عامه خالص ما خدتش في اعتبارها الكيس اوف لودنج والحاجات دي عشان كده تردد كي. كل الحالات دي حاله عام، الكي هي اللي خدت بقى الفاكتور ده معايا، الكي هي اللي هتاخد معايا الفاكتور ده، هتتغير الكي حسب الحالات بتاعتي. في واحد قاعد استنتجهم ل 100 حاله وادانا قيم الكي لحالات معينه، هناخدها بالتفصيل دلوقتي حالا كامثله ونشوفها ازاي هنعمل. تمام جدا يا دكتور. تمام يبقى احنا دلوقتي خلي بالنا بس معظم القوانين قبل ما انسى ان شاء الله هتبقى معاك في الامتحان، بس انا مبدا دايما اكتب دايما احفظ القانون، لان القوانين اللي عندنا في الالاوبل ستريس ديزاين سهله وبسيطه، فخليك دايما حافظ القانون هتلاقيه قدامك في الامتحان هيبقى خير وبركه مفيش مشكله. لو لا قدر الله يعني في واحد منهم صغير ما جاش ولا حاجه يبقى انت حضرتك في السيف سايد ما فيهاش مشكله، الا القوانين الرخمه دايما هتبقى موجود. لكن حاجه زي كده مثلا 1898 دي سهل في التي على بيك كل تربيع انا اعطهولك، بس دايما نبقى افتكر انك انت تحفظ الحاجات البسيطه ده. هي تمام. يبقى انا دلوقتي ده لما اتكلمنا عنه اف وقلنا كي كابتل ده نتيجة البندنج ستريس بإجهادات انحناء. تمام. طب لو إجهادات قص قال لك نفس الكلام، بدل ما هي اف هتبقى كيو، كيو كريتيكال هتساوي كي كيو في اف اويلر، يبقى كي كيو في 1898 تي
تي على بي كل تربيع طن على السنتيمتر المسطح. طيب الكي كيو ديت سهله بقى هنا بتساوي ايه؟ قال لك والله دي سهل، الاسبكت ريشيو اللي هي عرض البليت على الدبس بتاعه احسبها. احسب الاسبكت ريشيو ايه على بي، لو اقل من واحد يبقى الكي كيو اساوي 4 زائد 5 34 من 100 على الالفا تربيع، حيث الفا هي ايه على بي. طيب يبقى انا دايما هشوف البليت بتاعي اللي عليه شير واشوف عرضه على الدبس بتاعه واشوفها اقل من واحد هدخل المعادله الاولانيه جيفن، اكبر من او يساوي واحد هدخل المعادله الثانيه برضه هتبقى جيفن. يبقى في الحاله دهيت هقدر احسب الكي كيو، اضرب الكي كيو في 1898 تي على بي كل تربيع والوحدات اخليها ايه بالسنتيمتر، يبقى انا كده هقدر اطلع الكريتيكال باكلينج ستريس. خلي بالك دي كلها مقدمه، اللي احنا هنشتغل بتاعنا الكود بتاع البراكتس الستيل اللي هو الايجيبشن كود اوف براكتس، هقول لك الخطوات بتاعته دلوقتي. يبقى الباكلينج اندر بيور شير حسبنا الكيو كريتيكال تمام، قدرنا نحسب الكي كيو سهله جدا تمام، واقدر احسب الكيو اكشوال كمان. الاكشوال شيرنج ستريس على الويب بتاع البليت سهله جدا، الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت اللي انا حاسبها للمين جيردر مقسومه على الدي دبليو تي دبليو ثابت. خلي بالك هنا استخدمنا تي دبليو، دي دبليو وتي دبليو ما فيهاش دي ولا بي لانها دايما الدبس الكل. ان شاء الله يكون حضرتك مشرح البليت ده باثنين او بثلاث شرائح ستيفنرز افقيه. يبقى دايما الكيو اكشوال الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت على الدي دبليو تي دبليو طن على السنتيمتر المسطح. بس انا بضرب الكلام ده في 95 من 100 ليه؟ لان بجيبها عند نص البانل. يبقى دايما وانا بعمل تشيك عند الباكلينج اللي بيحصل ايه؟ الشير عند السبورت، هو مش عند السبورت، احنا عايزينه في نص البانل بتاعتك هنا، فهناخده 95 من 100 في الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت. وهناخد مثال. طيب ازاي اعمل بقى تشيك على الشير وازاي اعمل تشيك على البندنج تحت تاثير ايه الايجيبشن كود اوف براكتس؟ يبقى كل الكلام ده كان مقدمه انواع الباكلينج بتاع الويب، وبعد كده دخلنا على الكريتيكال باكلينج ستريس وعرفنا ازاي نحسبه في حاله البندنج، وعرفنا بعد كده ايه الفرق بينه وبين الحاله بتاع الشير. طيب ازاي احسب الكلام ده بقى؟ اصحى معايا بقى. Allowable shear stress according to Egyptian code of practice. الكود المصري بتاعنا قال لك والله عشان الويب بتاعك يبقى سيف الشير احسب حاجة الأول اسمها سلندرنس بارامتر لندا كيو. اهي اللندا كيو دي هتساوي ايه؟ الدي على التي دبليو. خلي بالك هنا قلنا دي مش الدي دبليو، لان الدي ده الدبس بتاع البليت. والله لو هو مستطيل رفيع عرضي يبقى الدبس بتاعه صغير، لو مستطيل كبير لو مش واصل من فوق لتحت هتساوي الدي دبليو. لو انت مش واخد واحد افقي واخد فيرتيكال ستيفنرز بس، يبقى الدي سمول هتساوي الدي دبليو هتساوي البي او الدبس بتاع البليت. 57 ده ثابت، F يلد ده اليلد ستريس بالطن والسنتيمتر مسطح، لو ستيل 44 هناخده 2.8 من 10 طن على السنتيمتر مسطح. الكي كيو اللي انا لسه حاسبها معاكم من شويه حسب قيمه الالفا، هقول عرض البليت على الدبس اقل من واحد او اكبر من او يساوي واحد، وادخل هنا احسب قيمه الكي كيو. حد عنده اي استفسار لغايه دلوقتي؟ يبقى اللاندا كيو ده معامل بحسبه سهل جدا، عبارة عن الدي الدبس بتاع البليت مش الويب الكلي على التي دبليو على 57 جذر اف يلد على الكي كيو، واف يلد 2.8 من 10 لستيل 44، لو 52 هتبقى 3.6 من 10 وخلاف. يبقى انا في الحالة ده هحسب اللندا كيو. طيب يبقى انا لما احسب اللندا كيو هدخل ايه بقى؟ اصحى معايا، من اللندا كيو
في ثلاث معادلات. لو اللندا كيو أقل من أو يساوي 8/10 هدخل المعادلة الأولانية. هي معادلة سهلة، إن كيو بي هتساوي 35/100 إف فيل، اللي هي لو ضربت 2.8 في 35/100 هتديك 98/100 طن على السنتيمتر المسطح، اللي هو الشير ستريس اللي كنا بنفرض منه أبعاد المين جردر في البداية. تمام؟ طيب لو اللندا كيو أكبر من 8/10 وأقل من أو يساوي 1.2 الكيو بي هتساوي 1.5 ناقص 0.625 لندا كيو مضروبة برضو في 98/100 طن على السنتيمتر المسطح أو 35/100 إف يل. لو اللندا كيو أكبر من 1.2 هتبقى 9/10 على اللندا كيو اللي انت حاسبها مضروبة في 35/100 إف يل طن على السنتيمتر المسطح. يبقى ثلاث معادلات سهلة وبسيطة جيفن. الثلاث معادلات الجيفن ده هما ايه اللي بيحصل فيهم؟ بنقدر نحسب قيمة الكيو بي في الحالة ديت والحالة ديت والحالة ديت. بطلع من الثلاث معادلات دي بكيو بي الالاوابل باكلينج ستريس انشير اكوردنج تو ايجيبشن كود اوف براكتس. سهلة جدا. طيب بعد ما احسب الالاوابل هقارنه بالاكشوال. الاكشوال الكيو ميد بانل اللي هي 95/100 الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت اللي انا حاسبه مع المين جردر على الدي دبليو على التي دبليو. لما نقول ميد بانل اللي هي 95/100 مضروبه في الكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت. لما تبقى الكيو اكشوال اقل من الكيو بي يبقى سيف، مفيش اي مشكله عندي. وهناخد مثال دلوقتي سهل وظريف هيوضح لنا القصه دي كلها ازاي بنعمل. بس لو عنده اي استفسار يسال، انا دلوقتي ما عنديش مشكله ان احنا نقف في اي وقت ونجاوب على اي سؤال حضراتكم عايزين. معلش يا دكتور، هو ال 95% ديت بتاعت الميد بانل ليه بالظبط ضربت 95%؟ ليه؟ كلام سهل وبسيط. انا هرجع لك للمحاضرة اللي احنا عملنا فيها الشير زمان وجبنا منه الشير اهو. دي المحاضرة اللي احنا عملنا فيها الشير الستريننج اكشنز على المينجر اهي. ايه اللي بيحصل هنا؟ الشير بتاعه ادي الحالة اللي احنا جبنا منها الشير. مش دي الحالة اللي جبنا منها الشير؟ تمام يا دكتور. بص هنا الشير اهو، الشير ماكسيمم عند السبورت هنا لغاية متر ستين. لغاية متر ستين الشير هينزل كان عندك كام بالنسبة والتناسب؟ لو خدنا كوبري 30 متر مثلا تبقى في حدود 95% مثلا. يبقى البانل ده هي المتوسط فيها. مثلا لو انت عندك البانل متر ستين واحنا قلنا بناخد من متر ونص المتر 80، هتلاقي ان الشير اللي في الحتة ده هي في النص تقريبا بيبقى في الرنج بتاعك من 95% لغاية 1. تواخد بالك الشير بتاع البانل هنا. ليه ما باخدش عند السبورت؟ لان مش الشير اللي هيعمل اللي عند السبورت ده، الشير اللي جاي على البليت كل الشمال اللي على الكبير عالي، واللي على اليمين الشير اقل شويه في النص بيبقى افرج بين الاثنين. فاحنا هناخدها تقريبا 95% بتبقى قيمه قليله ما بتفرقش معايا جدا في الحساب. اللي عايز ياخدها كيو ديت زائد لايف زي امباكت ممكن ياخدها عادي، ما فيش مشكله، ما بتفرقش في الحسابات جامد ولا اي شيء. بس ممكن تخلي لك القطاع انسيف وتخليك تزود التي ويب بتاعتك بدون داعي. تمام جدا يا دكتور. تمام يا ريت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي هنحسب. احسب اللندا كيو، وبعد كده من اللندا كيو هقدر احسب الكيو بي الالاوبل باكلينج ستريس، وعندي الكيو اكشوال حسبته. هقارن الكيو اكشوال بالكيو بي، اذا كانت اقل منها يبقى القطاع بتاعك سيف والشير باكلينج سيف والامور تمام، مفيش اي ايه مشكله. طيب البندنج بقى ازاي يعمل باكلينج اندر بيور بند؟ يبقى احنا عملنا بيور شير كان البندنج بصفر، دلوقتي هنعمل باكلينج تشيك اندر بيور بند في النص، يبقى الشير بكام؟ بصفر.
يبقى خلي بالك الشير دايما عند السبورت بيور شي، في النص بيور بند، بين بتوين يبقى كومبايند شير اند باكلينج اند بندنج، وهناخدهم كمان شوي. طيب البندنج ده ايه اللي هيجرى بقى معايا؟ البليد بتاعي اللي هو حسب بقى ما انت حاطط هوريزونتال ستيفنر بس، ولا حاطط اتنين، ولا مقسم ايه التوزيعة البليت بتاعتك. ممكن يبقى البليت لو ما انتش حاطط الاسترس اللي فوق اف كومبريشن، تحت تنشن هديله ناقص اف، يبقى الابصاي هنا هتساوي كام؟ هقسم دي على دي، ابصاي هتساوي ناقص واحد. طيب لو انت خدت مثلا استفنر واحد في النص هنا اهو، هوريزونتال استفنر في النص، ايه اللي هيجرى؟ البليت بتاعك هيبقى الحتة الفوقانية دي، الاسترس فوق ماكسيموم اف، هنا هيساوي صفر، الابصاي بتاعتك هتساوي صفر. طيب لو خدت انا بليت نتيجة مش اجهادات بندنج، وبليت مضغوط عليه من اليمين والشمال بنورمال فورس، هيبقى الاجهادات هنا مستطيلة فوق اف وتحت اف، الاتنين كومبريشن على الويب. ده لو اي نوع بليت تاني مش لازم يكون داخل المين جرد، ما هو اللي احنا بنشرحه ده صالح لاي بليت هيحصل له بطل. تمام؟ فهنا الإبصاي هتساوي كام؟ واحد. يبقى عرفنا ان توزيعة الإجهادات بتاعتي على البليت يمين وشمال بتتحدد لقيمة اسمها الإبصاي او نسبة الإجهاد اللي تحت على اللي فوق، اللي تحت على اللي فوق. طيب المواصفات المصرية بتاعتنا بقى بتقول لك اعمل تشيك ازاي؟ زي ما عملنا في الشير، في ثلاث اربع خطوات قدامك اهمت في حالة ال 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 البندنج. ايه اللي بيحصل؟ سهله جدا. قال لك احسب ايه؟ اف كريتيك كي 1898 تي على بي تربيع، لازم تبقى اقل من اف بروبورشنال ليميت. بروبورشنال ليميت ده الاجهاد اللي هو النسبه والتناسب اللي هو اللينير ستريس بتاعي في الستيل، اللي هو بتنين ازود انا في الستيل زي ما احنا عارفين الاسترس سترين كيرف بيزيد لينير لغايه الاف بروبورشنال ليميت، وبعد كده بيبقى كيرف ويدخل في مرحله اليل. ده هيساوي كام؟ قال لك هيساوي 8/10 اف يل. طب الاف يل دي ب 2.8 طن على السنتيمتر المسطح، الستيل 44، يبقى 8/10 في 2.8 تديك تقريبا 2.24. يبقى حضرتك هتحسب الكي في الاف اويل اللي هي دي، الكي هديها لك دلوقتي، الحالات ثابتة ومحفوظة وجيفن لي، هتحفظهم حالتين ثلاثة سهلين جدا، يبقى الكي هتبقى معروفة والقيمة دي معروفة. هقارن ده هو بالاف بروبورشن، اقل من او يساوي. بعد ما تحسب ده لو كان عندك البليت ده طلع معاك 3.4 طن على السنتيمتر مسطح، اكبر من 2.24، هاخده 2.24، لازم يبقى يكون اقل من او يساوي الاف بروبورشنال ليميت. تمام؟ طيب يبقى انا بحسب الاف كريتيكال، بتاكد انها اقل من او يساوي اف بروبورشنال، وفي الحاله ده هي بيبقى قيمه اف كريتيكال عندي معلومه. طب الاف اكشوال ام على الاي 4، برضو المومنت دي المفروض عند الميد بانل، بس السلوب بتاع البندنج في النص في الميد بانل بيبقى قليل قوي. لو انت خدت اي بليت، البليت بتاعك البندنج بتاعي كيرف اهو في النص، الميد بانل تقريبا هو مقارب للبندنج بتاعي اللي في النص لو خدت ديت سكند ديجري برابر. تمام؟ يبقى انا لو انت خدت في المومنت كله مفيش فيها مشكلة، ما تضربش في اي معامل، لان تقريبا المومنت هيقارب المومنت الماكسيموم اللي احنا حاسبينه العادي. يبقى الام ديت زائد لايف زائد الامباكت في الواي على اي، ام على اي في واي، اللي هي العلاقة بتاعنا اللي بتديني الاسترس. طيب المواصفات قالت لك ايه؟ هتحسب معامل الامان ان هيساوي الالابل اللي هو الاف كريتيكال على الاكشوال اللي انت حاسبه، بيديك معامل امان لازم يكبر اكبر من او يساوي 1.5، لازم اكبر من او يساوي 1.5. اذا طلع اقل من 1.5 معناها ان البليت بتاعك unsafe،
لازم اكبر التخانة بتاع البليت التي بدل واحد واثنين هتبقى واحد واربعة او واحد واربعة خدها واحد وستة وخلاف. تمام؟ تمام يا دكتور. لو حد عنده اي استفسار في اي وقت يسأل على طول. طيب يبقى احنا دلوقتي تعالوا بقى ناخد امثلة. بص بقى يا راي، لو انا عندي دلوقتي هوريزونتال ستيفنر في الخمس عند الدي على خمس، الكي هتبقى محفوظة فوق بخمسة وتحت 42.6. اللي فوق دي بنسميها الابر سب بانل، واللي تحت دي بنسويها اللور سب بانل. تمام؟ طيب اصحى بقى معاي، لو انت عندك شير دايما في الشير اللي عند السبورت الكريتيكال هو هيبقى البليت الكبير. تمام؟ لو بتتكلم على البندنج، البندنج دايما البليت اللي هو فيه الاجهاد عالي اللي هو بيبقى الصغير اللي فوق. تمام؟ لان نفس البليت هيبقى ثابت ده او تحت، هيبقى عند السبورت الشير عالي، يبقى البليت لما الدبس بتاعك يزيد هو اللور سب بانل هي اللي هتبقى الكريتيك. واحد متلخبط يعمل تشيك على الاثنين. تمام؟ لكن واحد عايز ينشن، لو البندنج الصغيره اللي فوق دي اللي بتبقى الكريتيكال، واللي تحت ديت ما بتبقاش كريتيكال. لو هو شير اللي تحت هي اللي هتبقى كريتيكال واللي فوق لا. تمام؟ يبقى ابر سب بانل ازاي بعمل تشيك؟ بحسب اف كريتيكال 5 في 1 8 9 8. اصحى بقى بص، دي تي على كام؟ 5 دي الدبس بتاعك اهو، دي على 5 تربيع. تمام؟ اقل من او يساوي اف بروبورشنال، واحسب الاف اكشوال ام على الاي في الواي، الواي اللي هي نص الدبس بتاعك اللي هي فوق خالص دي على 2 او نص الدي اللي هي الاتش ويب كلها، واحسب الان اف كريتيكال على الاف اكشوال اكبر من او يساوي 1.5. طيب لو اللور سب بانل الخمسه هتبقى 42.6. طيب 1 8 9 على 8 التي ثابت، الدبس بتاع القطاع دي 5 2.10 ودي الاربع تخماس اللي هي 8.10 اللي هي الدبس بتاعك 4 دي على 5 تربيع، طن على السنتيمتر مسطح اقل من او يساوي اف بروبورشنال لم. طب الاف اكشوال ام على الاي في الواي، الواي فين بقى؟ البليت اهو التحتاني، اقصى دبس فوق كومبريشن هيبقى ده اللي هي 6.10 الاف اللي فوق. لو بتطبق في العلاقه من جديد زي ما انا عملت كده، ام على الاي في الواي بتاعتك اللي هي الحته اللي باقيه دي اللي هي بتساوي كام؟ لو الحته دي كلها نص الدي من فوق لتحت، خدت منها دي على 5.2، يبقى الحته اللي تحت دي بتساوي 3.10 الدبس بتاعي بتاع الابر بار. تمام؟ يبقى الكلام واضح وسهل جدا. احسب الان الاف 1 كريتيكال على الاف 1 اكشوال هيديني معامل امان اكبر من او يساوي 1.5. حد عنده اي استفسار؟ تاني يا دكتور لو سمحت. ماشي يا حبيبي. دلوقتي انا عندي دلوقتي الابر سب بانل، انا دلوقتي هقسم المين جردر بتاعي اهو، هحطه استفنر هوريزونتال اهو اهو فوق عند الدي على 5. فايه لما احط واحد هوريزونتال عند دي على 5؟ هيقسم لك البانل اللي هنا ديت لواحدة مستطيلة صغير أفقي وواحد مستطيل رأسي زي ما هيجرى معايا في الشكل اللي قدامنا ده هو أهو. طيب البليت اللي عندي الفوقاني المعامل بتاعي هيبقى كي 5 في البندنج، واللي تحت 42.6 في البند. طيب عايز أعمل تشيك على الكلام ده، باخد الأبر سب بانل واللو، الكريتيكال هتبقى اللي فوق، متلخبط اعمل الاثنين، سهله جدا. طيب احسب ازاي؟ احسب الاف كريتيكال هتساوي المعامل 5 في
1.898 تي على الدبس بتاعي. الدبس بيساوي كام؟ دي على 5 تربيع طن على السنتيمتر في المساط. أقل من أو يساوي F proportional لم اللي هي 8/10 F. طيب ال F actual المومنت اللي أنا حاسبه الماكسيموم بتاع اللي أنا عامل بيه تشيك على ال I في ال Y. ال Y إيه بقى؟ المسافة من الصفر لغاية فوق اللي هي نص الدبس بتاعي بتاع المين جرد. بحسب ال N معامل الأمان F critical على F action. هكرر هنا في اللور صبان ايه الاختلاف؟ الخمسة هتبقى 42.6 التي على الدبس بقى بتاعي، هنا كان 2/10 او 5، هنا الدبس هيبقى 4/5 الدي. تمام، يبقى ده تربيع. وقارن الكلام ده برضو بإف بروبورشنال، اقول ام على الاي في واي. واي من ايه؟ من الصفر لهنا اللي هي كام؟ 3/10 دي. خلي بالك تحت شاد، يبقى اقصى اجهاد ضغط اللي هي الاف واحد اللي هي ام على الاي في الواي من هنا لهنا اللي هي 3/10 الدبس بتاعي بتاع القطاع. الواي هنا 3/10 دي ليه بس يا دكتور معايا؟ ليه 3/10 دي؟ مش من فوق لتحت كلها دي؟ ايوه مظبوط. ومن فوق للنص نص الدي، صح؟ تمام. طيب الحتة اللي فوق دي على 5، دي على 5 اللي هي 2/10 دي، مظبوط. يبقى الحتة من هنا لغاية النص 3/10 دي. تمام. ما الواي بتتقاس من السنتر لاين أو من نص البلي، لأن الإجهادات متماثلة من فوق ومن تحت. تمام، مفيش نورمال فورس على البليت اللي قدام. تمام. طيب تعالى ناخد مثال تاني. لو انت عندك هوريزونتال ستيفنر عند الخمس وهوريزونتال ستيفنر في النص وتحت شد، شد ما بعملش تشيك. طب اللي فوق دي 5 انا لسه عاملها من شوية هتتكرر. طب البليت الوسطاني ده بقى، ده البليت ده عليه صفر هنا وهنا ستريس اللي هو 3/10 عند 3/10 دي اللي هو اخد الكيب كام؟ قال لك خدها 7.81. هتحفظ الكهات دي معلش اذا ما كانتش جيفن، اما 3 مش كتير، يا 5 يا 7.81 يا 42 وكام و6/10. تمام، يبقى اللي تشك على البوتوم بانل دي سهل، 7.81 برضه في 1.89/8 تي على الدبس بتاعي من هنا لهنا لسه حاسبينها 3/10 دي تربيع، اقل من او يساوي اف بروبورشنال، وإما على الاي في واي برضو ب3/10 دي، واقسم الكريتيكال على الاكشوال هطلع معامل امان. المعامل الامان ده هو لازم يبقى اكبر من او يساوي 1.5. انا ماشي بالراحه خالص اهو، لان التشيك بتاع الباكلنج ده ما بياخدش وقت معانا كتير، بس اهم حاجه اللي عنده اي اسئله يتفضل يسال، نقف لغايه ما نجاوب على كل اسئلتكم اللي انتوا عايزينها. في حد عنده أي أسئلة تاني؟ يا التلاتة دي على 10 دي جت منين يا دكتور؟ التلاتة من 10 دي جت منين؟ سهلة جدا، لسه قايلها لزميلك، سهلة جدا. الحتة اللي فوق دي 5 دي. التلاتة اللي هي التلاتة دي على 10 اللي هي بتاع الإف واحد كريتيكال. هي 3/10. نفس الفكرة يعني اللي هي السوق بتاع القطاع ده هو الدبس بتاعي. ما البليت ده ادي البليت اهو، البليت ده عرضه المسافة دي والدبس بتاعه الحتة دي، هي نفس الفكرة. طيب يبقى احنا دلوقتي هناخد مثال دلوقتي، ما تقلقش. اللور صب بانل عليها شد، دي ما بنعملش عليها تشيك لان مش هيبقى مفيش باكلينج هيحصل تحت الشد، يبقى مفيش مشاكل. هناخد مثال دلوقتي بس ما نخلص اخر حته عندنا اللي هي دي، باكلينج اوف ويب اندر كومبايند اكشن اوف بيندينج. طيب سؤال واحد بقى دلوقتي، انا دلوقتي لما يبقى عندي المين جردر بتاعي هنا اهوت، انا بعمل تشيك على الويب بتاعي اندر بيور شير واعمل اندر بيور بيندينج،
امتى اعمل كومبايند وامتى ما اعملش، تمام؟ ليه؟ لان البليت ماشي من الاول للاخر، هنا الشير عالي عملته، وهنا الشير صفر والبندنج عالي عملت عليه. طب امتى اعمل؟ لما البندنج يقل وفي شير موجود، زي ما اتفقنا ده بيبقى في نهاية الحتة اللي انا بقص فيها البليد بتاع الفلانج، تمام؟ قال لك المواصفات، قالت لك حاجة معينة، قال لك والله لو الشير قليل ما تعملش تشك خلاص هتطلع سي، لو انت الان اعمل، تمام؟ طيب قليل عن كام بقى؟ قال لك احسب الكيو اكشن اللي هي كيو ديت زائد لايف زائد الامباكت على الدي دبليو تي دبليو، تمام؟ اقل من او يساوي 6/10 الكيو. قال لك والله لو الكيو على الدي دبليو تي دبليو اقل من او يساوي 6/10 كيو بي الاوبل ستريس، ده معناه ان الشير بتاعك صغير قوي ممكن تعمل تاثير الشير على البند، يبقى في الحاله دهيت ما تعملش تشك على الكومبايند الاثنين مع بعض. ليه؟ لان الشير قليل مش هتفرق معاك، لو عملت تشك هيبقى مرسي. طيب لو هو عالي، لو هو الشير عالي في قال لك لا لو الشير عالي الاجهاد المسموح ليه في البندنج هيقل، مش هيبقى 8/10 اف يل، لا ده هيقل. يبقى انا لو الكيو اكشوال بتاعتي اللي احنا حاسبينها كيو ديت زائد لايف زائد امباكت على الدي دبليو تي دبليو اكبر من 6/10 الكيو بي، الشير هيبقى كبير. طب قال لك اعمل ايه الفرق؟ قال لك ولا بتفرق في اي خطوه من الخطوات، بعمل اندر بيور شير واعمل اندر بيور بند، بس البيور بندنج بدل ما كنت بقول ان الاستريس اقارنه بالماكسيمم 8/10 اف ييلد البروبورشنال، لا قلل الكلام ده شويه، هيبقى 8/10 ناقص 36 من 100 الكيو اكشوال على الكيو مين بي، الاكشوال على الالابل، كل الكلام ده مضروب في اف ييلد. تعال معايا لو الكيو اكشوال على كيو بي قول بنص، قول الكيو اكشوال على كيو بي مش بنص بقى اللي هي كام، قول 8/10، 8/10 يعني اكبر من 6/10، تمام؟ يبقى المعامل ده تبقى 8/10 اللي هو كيو اكشوال على كيو بي 8/10، هضرب ال 8/10 في 36 من 100 هتديني قيمه مثلا وليكن 3/10، اطرح ال 3/10 من 8/10 تديني نص، يبقى بدل ما كنت بقارن ب 8/10 اف ييلد اقارن بنص اف ييلد اللي هو الاجهاد المسموح ب اف بندنج لا يزيد عن، هتبقى قيمه اقل من الاف بروبورشنال مضروبه عندي هي الماكسيم، يبقى الاف بي مش الاف بروبورشنال ليميت هي اللي اتغيرت، بدل 8/10 اف يل هتبقى 8/10 ناقص حته ريدكشن فاكتور هيساوي 36 من 100 كيو اكشوال على كيو بي مضروبه في الاف يلد بعد ما اخلص المعامل ده كله. وكرر نفس الخطوات الحساب عادي خالص، احسب الاف كريتيكال وقارنها هنا اقل من او يساوي اف بي، مش الاف مش الاف بروبورشنال ليميت بقى، واحسب الاف كريتيكال على الاف اكشوال والمعامل برضو اكبر من او يساوي 1.5. انا كده خلصت واخد امثله. قبل ما ناخد الامثله اي سؤال اتفضل، اللي عايز يسال في حته مش واضحه ممكن نقف ونعيد عليها تاني، مفيش اي مشاكل خالص. ها دكتور. نعم الاف بي دي يا دكتور خدناها بدل الاف بي اي، الاف بروبورشنال ليميت، الاف بروبورشنال ليميت الاف بي دي خدناها مكانها بقى لما اتحركنا بشويه. الله ينور، خدناها مكانها. يبقى انا بدل ما كنت بقارن هنا بالاف بروبورشنال ليميت هقارن بمين؟ بالاف بي، قيمه اقل شويه من الاف ايه بروبورشنال ليميت. تمام تمام. مثال، في حد عنده اي اسئله تانية قبل ما نختم بالمثال؟ دكتور معلش بالنسبه للاف بي الاف بي اهي، تمام. ايوه يا باشمهندس، 36 من 100
ليه 36؟ ده ثابت، المواصفات اللي قالت لي عليه معامل ثابت من حكم الخبره في تصميم الكباري. امبيريكال ايكويشن دي الكود اللي بيديها لي، ملهاش اساس استنتاج نظري. انت خدتها قبل كده في سنه ثالثه لما يبقى عندك كومباين شير وبندنج، دايما التشيك بتاع المسامير لو عندك شير وبندنج الالاوبل ستريس على المسامير بيقل. هو ريدكشن فاكتور جاي نتيجه ايه؟ نتيجه ايه دلوقتي لما يبقى عندك القطاع بتاعي عنده شير بس يبقى معرض لاجهاد قص بس، لما يبقى عندك اجهاد بيندنج معرض لاجهاد بيندنج. طيب لما يبقى فيه الاثنين، المواصفات قالت لك والله ده القطاع بتاعك بيبقى طلعان روح عليه اجهاد مش من الشير بس، لا ده مش الشير والبندنج، يبقى في الحالة ديت ما تقوليش اه والله ده الالابل بتاعي هيوصل للبندنج الكامل مع ان عليه اجهادات قص كبير. فقال لك لا، قلل الالابل بتاع البندنج شوية عشان تريح القطاع بحيث انه يقدر يشيل الاثنين الشير والبند. تمام جدا. تمام، احنا بنفهم الحاجه لو دخلت دماغنا بفهم الستيل ده ظريف جدا، ويعني مفيش فيه اي مشاكل. لو دخلت دماغك بفهم عمره ما يطلع من دماغك طول العمر، تبص فيه بصه كده تفتكر القصه كلها. طيب مثال اهوت لما بيجي بيبقى هديه في الامتحان، solved example. لو انت عندك الكوبري اللي احنا مصممينه قبل كده، الكيو ديت زائد لايف زائد الامباكت 230 طن اللي حسبناها مع بعض، والدي دبليو 3 متر، التي دبليو كانت 1.4 من 10 سنتي، والام ديت زائد لايف زائد الامباكت 1585.9 طن متر، والاي اكس اللي حسبناها بعد عملنا تشيك على القطاع كانت 1595.473.4 سنتيمتر ايه اس 4. قال لك والله عايزك دلوقتي اعمل لي تشيك على الباكلنج بتاعي. فبص بقى انا اعمل لك الرسمه اهي، قلت لك لو عند السبورت خلي بالك في ايه، عندك في هوريزونتال ستيفنر عند الخمس. طيب خمس الدبس بتاعي 3 متر، خمس على الدبس يبقى 3 على 5 6 من 10، يبقى الحته اللي تحت كام؟ 2 و4. يبقى انا كل البليت بتاعي بتاع الويب اتشرح لشريحتين افقيتين، واحده الدبس بتاعها 6 من 10 متر او 60 سنتي، والثانيه 2 و4 من 10 متر او 240 سنتي. طيب في الاتجاه الافقي الراجل ده ايه؟ عندك المسافه بين السبورت والسبورت كانت 5، الكروس جردر والكروس جردر 5 متر، فقسمها ثلاث حتت، يبقى رأسي في ثلاث حتت، يبقى الحتة منهم بتساوي كام؟ 5 على 3 بواحد 66 من 100 ايه متر، يبقى العرض هنا 1.66، والدبس بتاعي في البليت اللي تحت 2.4 وفوق 6 من 10. طيب يبقى أنا لو بعمل باكلينج على البانل أندر بيور شير وعايز أعمل بسرعة وأجري، الكريتيكال بانل هي التحتانية اللي الدبس فيها كبير والشير عالي. طيب لو انا بعمل في النص عند البيور بيندنج وعايز اجري، الكريتيكال بانل هتبقى الفوقانية اللي هنا. عرض البانل هيساوي كام؟ 1.66 من 100، والدبس بتاعي هنا 6 من 10، لو بتكلم على دي هيبقى العرض 1.66 من 100، والدبس بتاعي 2.4 من 10 متر. اي استفسار براحتنا خالص، معانا وقت كتير، اللي عنده اي اسئلة ما يتكسفش ويسأل. طيب يبقى احنا دلوقتي الكوبري بتاعي شرحناه دلوقتي بالفيرتيكال والهوريزونتال ستيفنر لبليتس معينة، كل بليت من دهوت عايزين نعمل عليه تشيك، معطى الحاجات دي الكيو ديد والام ديد من حساب الستريننج اكشن على المين جيردر، الدي والتي دبليو من الديزاين، والاي اكس من الديزاين وانت شغال. طيب نعمل تشيك ازاي بقى؟ تشيك اندر بيور شي، احسب الكيو ميد بانل 95 من 100 كيو ديد زائد لايف زائد الامباكت، اهي 95 من 100 في 230 طن ب 218.5 طن. طيب الفا عرض البليت على الدبس،
قلنا البليت الكريتيكال التحتاني ده هو اهو، يبقى العرض بتاعي 1.66 على الدبس بتاعي 2.4 طلع 0.692. ادخل احسب مين الكي بتاعتي، المعادلتين هما بتوع حساب الالف اهي، الالفا اهي اقل من 1.69 يبقى 4+5 34% على الالفا بتاعتي تربيع اهو. يبقى انا دلوقتي حسبت انا الالفا اقل من 1، دخلت المعادله دهيت، طلعت انا كي كيو اهي، احسب اللاندا كيو. اصحى بقى الدي الدبس بتاع القطاع 240 سنتي اهو، خلي بالك وحدات طن وسنتي، على 57 ده ثابت، تي ويب 1.4 سنتي، اف ييلد 2.8 طن على السنتيمتر المسطح، على كي كيو 15 15 من 100. طلع اللاندا كيو اهي تمام. بعد ما حسبت اللاندا كيو ارجع تاني، والله اللاندا كيو طلعت 1.292 اهي، اكبر من 1.2، يبقى المعادله دهيت اللي بحسب منها الاجهاد الكيو بي. هحسب انا من المعادلة دهيت اهو 9/10 على الالفا على اللاندا كيو اسف في 35% في 2.8 اللي هي 98% تديك ستريس 6.692 طن على السنتيمتر المسطح. احسب الكيو اكشوال، كيو ميد بانل على الدبس الكلي اتش ويب على التي ويب، هتطلع بستريس اقل من الالاوابل، يبقى كده القطاع البكلينج اندر بيور شير الكريتيكال سيف تحت تاثير الايه الايجيبشن كود اوف براكتس. سهل ولا صعب؟ التشيك بتاع البيور بيندنج ده من اسهل ما يمكن. تمام يا دكتور. تمام. طيب بيور بيندنج بقى، بيور بيندنج اهو، البيور بندنج عندي ابر بانل ولور بانل. طيب في النص هنا اهو، لو عايز اعمل وجري اعمل الفوقانيه دهيت الابر بانل دي. تمام. ازاي بقى؟ اصحى معايا، هعمل الاثنين وهنشوف ليه دي بيطلع كريتيكال عندي. الاف كريتيكال في البانل الفوقانيه هتبقى 5 في 1.898 تي على الدبس بتاعي 60 بس تربيع، هتطلع 5.17 اقل من او يساوي اف بروبورشنال اهو 8/10 في 2.8 طلع ديت ب 2.24. طيب الاف اكشوال الام الام ديت زائد لايف زائد الامباكت، بضرب في 100 عشان احول من متر لسنتي ام تمام، على الاي في واي الدبس الكلي بتاع القطاع على 2 نص الدي 150 على الاي، هتطلع 1.491 طن على السنتيمتر ايه مسطح. طيب يبقى معامل الامان بتاعي هيساوي، خلي بالك دي طلعت اكبر من اف بربورشنال خلاص، يبقى الاف كريتيكال اخدها 2.24 اهي على 1.491 اللي هي الاف اكشوال، يبقى الاف بتاعتي اللي هي الكريتيكال على الاف اكشوال اداني معامل امان 1.503، يا دوبك اكبر من 1.5، اكبر من او يساوي مفيش مشكله، لو اقل بواحد من 100 يبقى القطاع بتاعي ان سيف، وال1.4 ديت تاخدها تبقى 1.6 سنتي. سهل ولا صعب؟ في حد عنده أي أسئلة؟ ها؟ دكتور وإحنا في الشير خدنا الاثنين وأربعة، ما خدناش ارتفاع اللي هو المينجر ده كله ليه؟ لأن البليت زي ما قلت لك التي على البي، البي عبارة عن ارتفاع البليت اللي أنا بعمل له تشيك على البطل. لو أنا باخد في النص هنا في بليت فوق وبليت تحت. ايوه الاستفنر يعني قسمهم، الاستفنر قسمهم يعني قسم الباكلينج بتاعه، فاخدنا الجزء اللي عامل في باكلينج بس. كل دايما اللي بيقسم الاستفنر الهوريزونتال والفيرتيكال،
هو ده اللي بيقسم لك البليت لبليتات صغيرة سب بانلز، هي دي اللي بعمل عليها تشيك نتيجة البيور شير والبيور بيلد. يعني لو كان في ستيفنر كمان تحت هاخد الجزء اللي هو التلت الاخير بس طبعا الدبس بتاعك هيتغير، هتبقى الحالة دهيت لو في واحد في النص هيبقى في واحد بليت فوق اهوت وبليت وسط، هتبقى اللي هي بليت في النص يا دكتور هيبقى التلات حالات صح؟ لا الحالة الاخرينية دي هيبقى شد بس مش هعمل عليها تشيك، هيبقى البليت الفوقاني والبليت الوسطاني. لكن في الشير هاخد الحته اللي تحت واعمل عليها شيء. الشير هيبقى البانل الكبيره التحتانيه الله ينور عليك اللي هي فيها النص دي. تمام يا دكتور تمام. تمام سهله هو جدا ما فيهاش اي مشكله. هو دايما يا دكتور الاستيفنر بيقسم لي الدي على خمسه من فوق ومن تحت. ممكن ممكن تاخد واحد عند الخمس وواحد عند النص، وفي ناس بتاخد عند الخمس وقرب الربع، هي مش اي مكان باخده فيها، يا اما من الربع للخمس يا اما واحد في النص كمان. تمام مش في كل حته تانيين ماشي ياخد واحد، لان ده بيبقى مكلف انك انت تقسم المين جردر بتحطه بكامل الدبس بتاعك ال 30 متر زاويه وبتبقى تقيله. تمام الناس كلها من التصميم قال لك ياخد واحد عند الخمس كفايه قوي، لان الحته اللي فوق بيبقى البندنج فيها عالي، والله لما تاخد انت واحد عند الخمس البليت الفوقاني اللي عليه ماكسيمم بندنج اتحدد، بعد كده بيبقى حته كومبريشن وحته تنشن، البليت بتاعك بيبقى سيف. تمام يبقى مكانه الخمس دايما دي بتبقى جيفن واحنا اللي بنحددها لك، عشان اذا انت بقى بتحدد افرضها عند الخمس، ولو انت لقيته ان سيف خد واحد تاني عند النص كمان. تمام يا دكتور تمام. بس انت اسهل لك، انا لو مكانك زود التخانه بتاع الويب احسن شويه، معناها انك انت فرض التخانه بتاع الويب بتاعتك قليله من البدايه. تمام نيجي بقى للبليت. نعم هو لو عندنا اتنين هوريزونتال استيفنر بالظبط اللي هي الحاله ده هي بالظبط في المومنت بقى اعمل تشيك على الابر بس ولا لازم الابر بس؟ لا الابر بس هي اللي هتبقى كريتيك، لو انت مستعجل ولو شكيت اعمل عند الاثنين دول، اعمل عند دي ودي هتلاقي ان اللي فوق هي الكريتيك. تمام جدا دو. تمام احنا ماشيين بالراحه خالص، مفيش اي عندنا مشكله، احنا فاهمين والامور هاديه خالص، تاخدها تفهم الحاجه تخش في دماغنا مفيش فيها مشكله. طيب اللور سب بانل المعامل هيبقى 42.6 في 1.898 تي على البيل 240 تربيع، هتطلع 2.75 اقل من 2.25 يبقى 2.25 زي ما هي اهي. تمام طيب يبقى انا دلوقتي ايه اللي خلى بقى ان الاجهاد الاف اكشوال بيقل، لان البليت اللي فوق كان عليه اقصى اجهاد فوق اللي هو الماكسيمم ام على الاي في واي اللي هي نص الدبس، اما دي هتبقى 3/10 دي اللي هي 3/10 في 150 هتطلع الـ M على الـ I في الـ Y آسف اللي هي 90، هتلاقي إيه؟ هتطلع الاسترس بتاعك 8.895 طن على السنتيمتر إيه؟ المسطح. تمام؟ أنت عندك الدبس اللي فوق دي 60 في نص الدبس متر ونص، متر ونص ناقص 6/10 يبقى الـ Y هتبقى كام؟ 99 سنتي. هتديك إجهاد 0.895 هقسم دي على دي اداك الاسترست، شوف المعامل الامان بقى 2.5 هناك كان يدوبك 1.503 هنا 2.5 كبير، معناها ان البانل الفوقانيه دهيت هي مور كريتيكال. انا كده خلصت كل السلايدات بتاعتي، ما عنديش اي حاجه، اللي عنده اي اسئله او استفسار يتفضل يسال معايا ما فيش اي مشكله. ما شاء الله العدد زاد اهوت والامور ايه يا دكتور لو سمحت، هو احنا لو احنا انصف في الشير عندي احتمالين ان انا يزود الدبس يزود عدد لازود استفنر في النص مثلا يزود استفنر طبعا لا تزويد استفنر هوريزونتال بتخليك تعيد الحل هعيد الحل من جديد على وهاخد الجزء اللي هو اللي تحت بس اللي هعمل على تشيك بالظبط كده، لما بتزود التخانه بيبقى نفس الخطوات بتاعتك والتخانه هي اللي بتزيد فبتريحك الاجادات الالاوبل شويه. طب في حاله البندنج التي بس اللي هتزيد، زياده الاستفنر مش هتاثر معاه في حاجه صح كده؟
لا لا الاستفنر مش هتأثر معايا في حاجة خالص، هتأثر في حالة البندنج، لأن كده كده أنا باخد اللي فوق، هي كده كده مثلا 6 من 10 هتفضل ثابتة 6 من 10. بالظبط كده. تمام يا دكتور، بالتوفيق إن شاء الله. في أي أسئلة تانية قبل ما نخلص؟ إحنا كده خلصنا الجزء بتاعنا، كانت تشيك سهل وبسيط، مفيش فيه أي مشاكل، اللي هي التشيك بتاع الباكلينج بتاع الويب بتاع البليد جيت. لو حد عنده أي استفسار يتفضل. بالنسبة لدكتور، لو كان عندنا شيل ومومنت هنغير بس ومومنت. هنغير الاف بي ال، هنخليها بس اللي هي الاف بي اللي البروبورشنال ليمنت هتبقى بيندنج، واعمل تشيك على الشير لوحده، وانا بعمل تشيك على البيندنج فوق وتحت اقلل الاف الالاوبل بالاف بيندنج. بس ده طبعا بيبقى لازم الكيو اكشوال اكبر من 6 من 10 كيو بي، وده بيبقى صعب عادة، بيبقى مور سيف. تمام. ها اي استفسار تاني؟ معانا وقت كتير جدا. ها كله تمام كده؟ مفيش حد عنده اي اسئله تانية؟ تمام يا دكتور، يلا بالتوفيق ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. والدكتور محمود هيكمل معاكم وان شاء الله، حاولوا تحددوا ميعاد مع حضرتين بدري معاه بحيث انكم تخلصوا قبل الامتحان النهائي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.